بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لكن هيكون حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. احنا اليومين اللي فاتوا كان عندنا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، في انخفاض مرة تانية، اليومين دول تقريبا درجتين أو ثلاث درجات، هل هيستمر معانا ولا لا؟ بالفعل يمكن احنا من أمس شهدنا انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 3 إلى 4 درجات في أغلب محافظات تحديدا شمال البلاد، وده مكمل معانا اليوم، وتعتبر درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، وده المتوقع اليوم بالنسبة للقاهرة الكبرى. الأجواء خلال فترة النهار بالفعل هي أجواء رباعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، دافية ومعتدلة تماما على السواحل الشمالية للبلاد، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، حر على شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار خاصة مع سطوع أشعة الشمس، لكن فور غياب أشعة الشمس وصلنا لفترات الليل تبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض، تنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، الوقت ده بنسجل فيه أقل درجة حرارة على مدار اليوم كله، بتكون الصغرى فترة الليل ما بين 18 إلى 19 درجة مئوية، بنحس دي الأجواء المائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، أجواء معتدلة على جنوب الصعيد خلال فترات الليل. كمان بيكون فترة المساء وساعات المغرب وفترة الليل في نشاط هزة للرياح، صحيح بيساعد بالفعل بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والبرودة خلال فترات الليل. الشبورة المائية من ضمن الظواهر الجوية اللي بتبقى دايما معانا في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية، في تكون لشبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. متوقع إن شاء الله من غدا الأحد تدريجيا تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع بسبب كتل هوائية صحراوية هتأثر علينا، ذروة الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والأربع الجايين إن شاء الله، ومتوقع أن العظمى يوم الأربع على القاهرة الكبرى هتوصل لكام؟ هتوصل 34-35 درجة مئوية حتى الآن، فعلى مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله باقي أيام الأسبوع هنحس بارتفاع درجات الحرارة وهنحس بالأجواء الحارة فترة النهار، لكن اللي هنأكد عليه فترات الليل لسه في برودة في الجو، فترات الليل هنحس ببعض البرودة وسنة برودة في فترة الليل وخاصة ساعة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، فعشان كده هننصح كل السادة المواطنين بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل فترة الليل أو فترة الصباح الباكر. انا بعتبر ان الفتره دي من احسن الفترات اللي ممكن بنمر بيها في حاله الطقس، لان الجو بيكون يعني مش حار قوي صباحا، وكمان بالليل بيكون معتدل وفي لسه كده نسمه البروده البسيطه اللي بنحس بيها، فبتدينا كده انتعاش طول اليوم. هو بالفعل حتى كمان لسه نسب الرطوبه ما ارتفعتش في الجو، احنا كل ما حاسين بدرجه الحراره بالفعل مع شهر 6 وبدايه فصل الصيف هتبدا تدريجيا نسب الرطوبه ترتفع في الجو، فالاجواء بتبقى يعني فيها بعض الخنقه كده خلال فترات الليل او حتى النهار، فالاجواء يعني الحمد لله مستقره ممتعه تماما، هي بس بيبقى بعض الايام في الاسبوع بيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره فتره النهار، وده نقدر نتجنبه ان احنا ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره فتره الظهر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. خلونا بقى دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 29 الصغرى 17، العاصمة الإدارية 29-17، اسكندرية 23-16، العلمين الجديدة 22-16، مطروح 23-16، دمياط 25-17، بورسعيد 24-17، إسماعيلية 30-17، السويس 29-18، العريش 24-16، كاترين 26-9، طابة 28-18، حلايب 30-20، شلاتين 32-23، شرم الشيخ 32-22، الغردقة 33-21، الفيوم 30-19، بني سويف 30-18، الوادي الجديد 34-21، أسيوط 31-18، سوهاج 33-20، قنا 35-21، الأقصر 36-21، وأخيرا أسوان 38-22.
الجو معتدل النهارده، لكن بنأكد على حضراتكم ان في ارتفاع في درجات الحراره هيكون ملحوظ خلال الايام القادمه، وذروه الارتفاعات هتكون يوم الثلاث والاربع الجايين. هنصل درجه الحراره 34 درجه نهارا على القاهره الكبرى. هرجع مره ثانيه لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دي. شكرا ليك.